عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بيكم. الدنيا دي حالها عجيب قوي. الواحد يفتح عينيه الصبح على الجرايد ويقرأ ويفاجأ بالمنشطات الحمراء المرعبة. الحرب في الصومال، 2000 قتيل في مقديشيو، مذابح في الأرض المحتلة، يوغوسلافيا على حافة الحرب الأهلية، طوابير الخبز في موسكو، روسيا توشك على الانهيار، الدبابات تقتحم محطة تلفزيون ليتوانيا ويسقط قتلى وجرحى، العد التنازلي للجحيم في الخليج، 4200 طيارة مقاتلة، 2000 دبابة، 650,000 عسكري، 30,000 طن من القنابل في انتظار ساعة الصفر. يا باي ده ايه دي؟ معذور والله اللي يقول ان الدنيا كلها شر وعدوان وان ربنا خلقها كده وطول عمرها كانت كده. الحرب العالمية الاولى ضيعت 20 مليون قتيل، الحرب العالمية الثانية قتلت 50 مليون قتيل، حروب العالم الثالث في الاماكن المختلفة زادت عن 20 مليون قتيل. غابة وحوش الإنسان فيها يا إما آكل يا إما مأكول، مفيش أمان. حتى النباتات فيها المتسلقة والملتفة والمتطفلة وآكلة الحشرات، حتى النباتات فيها نباتات تأكل الحشرات. هل ربنا أراد الدنيا كده؟ هل أرادها بالفعل مسبحة؟ والسؤال الحقيقة سؤال كبير ومهم. هو في الواقع إذا كان في الدنيا شر، ففي الواقع الشر سببه إن ربنا أرادنا أحرار وأراد الكائنات كلها حرة بدرجة متفاوتة، وأكثرها حرية هو الإنسان، وبالتالي حيترتب على الحرية أن يكون هناك هامش سماح، لأن نتيجة الحرية كل واحد عاوز يبلع في بطنه كل حاجة ويحط إيده في جيب التاني، والنتيجة 2 بيتخانقوا والدول بتتخانق وتحصل الحروب. فهي دي ترتبت على دي، يعني الحروب والشرور أصبحت قرينة للحرية، والحرية هي قرينة للحياة، وهي دي السنة اللي ربنا أرادها أن نكون أحرار. وعشان كده كان لابد من أنه يعمل هامش سماح. لكن مش معنى كده ان الدنيا كلها شر والحروب مطلقة الصراح، ابدا. ده الحروب ربنا جعل لها موازين، والشرور ربنا جعل لها موازين، والصراع سمح به لكن في حدود. الكائنات مسلطة على بعضها صحيح في تنازع بقاء، لكن ليس في حروب إفناء. يعني بتيجي اللحظة لما يجي الجبروت يزيد عن حده والطغيان يزيد عن حده، يتدخل ربنا بلطفه ورحمته ويقول وقف عندك، كل واحد يرجع لحدوده. وإحنا عندنا أمثلة بالفعل. في الخمسينات لما اخترعنا الDDT وأعلننا الحرب العشر وأعلننا الحرب على الحشرات، قلنا خلاص انتهت الحشرات والعالم هيتخلص نهائيا من كل البلاء اللي اسمه الحشرات وعدوانها، وأصبح في ايدنا سلاح ناسف حاسم. لكن اللي حصل ان احنا فوجئنا بان ربنا سبحانه وتعالى بنفسه يتصدى للدفاع عن الحشرات ويديها مقاومة، يربي مقاومة جواها، ما هو الرب يربي جوا أجسامها مقاومة ضد هذه المبيدات. كل ما نعمل مبيد ربنا سبحانه وتعالى يربي في هذه المخلوقات الضعيفة مقاومة له، والآخر لقينا الصرصار يأكل سندويتش DDT ويقف من السلطن على الباب آخر مزاج ويبصنا ويغمز بشواربه. الله،
وكل ما نغير مبيد نفس الشيء برضه في ضد القطن وفي كل حاجة. كل ما ندي مبيد ربي مقاومة، نغير المبيد يديها ربنا سبحانه وتعالى مقاومة. يعني أكن المسألة إن ربنا في السعادة له بيتدخل بلطفه ورحمته عشان يحد من إن مخلوق يفني جنس كامل. ده ممنوع، معناها الطغيان ممنوع. في قصة لأديب روسي، قصة لطيفة قوي، بيقول الأديب فيها إنه حلم بإنه شاف ربنا سبحانه وتعالى ورآه يحنو على برغوت وبيدوي، فتعجب وبيقول لربنا يا رب سبحانك يعني إيه البرغوت ده اللي أنت بتهتم بيه وتدويه؟ فربنا سبحانه وتعالى رد عليه قال له أنا في الواقع وجدت إن الإنسان طغى وامتلك أسلحة رهيبة، فوجدت إني لازم أطول رجل البرغوت شوية عشان يبقى أكثر قدرة على الهرب من الإنسان. القصة لطيفة وفيها لمحة إلى مسألة التوازن، إن لما يطغى صنف يجي ربنا سبحانه وتعالى يدي للصنف الآخر المجني عليه والضحية، يدي له قوة على الهرب ويدي له السلاح يهرب بيه عشان التوازن. وفي الواقع إن دي سنة إلهية إن ممنوع الطغيان، الصراع مسموح به لكن في حدود، ومش معناه إن يجي جنس يفني جنس آخر، ما فيش كلام من ده. الحروب بمعنى تنازع البقاء مفهومة لكن ليست حروب إفناء، دي ممنوعة. والجبار اللي حيسوق فيها أنا حجيب له جبار يشكمه، والضعيف حكتر سلالته وما فيش حد حيقدر عليه. والملاحظ بالفعل إن كل ما الكائن يزداد في سلم القوة ربنا يقلل نسله. يعني مثلا نلاقي أضعف الكائنات اللي هي الميكروبات نسلها بالملايين، وكذلك الديدان مثلا الأسكارس والمش عارف إيه تبيض مليون بيضة، بينما في الحيوانات الراقية زي الأرانب تخلف مثلا مئات، نيجي للإنسان تلاقيه يخلف عشرة. وكذلك الوحوش زي الأسد والنمر ولا حيوان زي الفيل يخلف له برضه ستة سبعة عشرة. فأكن دي لها معنى طبعا، إن ربنا سبحانه وتعالى الضعفاء يزود في نسلهم عشان يبقى هذا النسل سلاح ضد قوة الأقوياء اللي ممكن يضغوا عليهم. ونفس الحكاية بنشوفها في التاريخ، لما طغت الدناصير من 150 مليون سنة وانتشرت في الأرض وملأت اليابسة كلها وازداد جعلها وزائرها والتهمت كل الكائنات، فربنا سبحانه وتعالى جاب للأرض كارثة فظيعة أدت إلى عصر جليدي انقرضت كل الدناصير دي، أضع عليها أصف عمرها كلها نهائي. لأن مراد الله سبحانه وتعالى إن الكل يعيش ابتداء من الهاموشة الضعيفة إلى الفيل إلى الخرتيت، لازم الكل ياخد فرصته الكاملة في الحياة. حتى البني أدمين، لما شفنا إن أمريكا اخترعت القنبلة الذرية، ربنا بلطفه ورحمته وارب الباب وسرب السر ده لروسيا، فروسيا عملت قنبلة ذرية، وبعدين السر تسرب إلى الصين قنبلة ذرية، وبعدين فرنسا، وبعدين الإنجلترا، وبعدين الهند، وبعدين بقى نادي ذري كل واحد عنده قنبلة ذرية. حصل حاجة اسمها توازن الرعب، كل واحد خايف من التاني، فمحدش استعمل هذا السلاح. ده معناها ايه؟ معناها الآية الصريحة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يعني ربنا لما يتجبر واحد يطلع له جبار تاني يقف قدامه ويشكمه. وإيه المصلحة في الحكاية دي؟ مصلحة إن لما الجبارين ينشغلوا بالحروب بينهم بين بعض، الضعفاء ياخدوا فرصة ويتنفسوا ويجدوا المظلة اللي يعيشوا تحتها، لأن ربنا بيهلك الجبارين ويسلطهم على بعض أول بأول. وعشان كده الآية صريحة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض.
وأيضا بنلاحظ أن العدوان له حدود، ربنا عمل له قوانين. يعني مثلا دودة الإسكارس لو كانت كل الأكل لبطن الفلاح هيموت، وبالتالي هي كمان هتموت لأنها عايشة عليه. فكانت النتيجة إيه؟ أن الدودة تاكل حبة وتسيب له حبة، وإن هو ده قانون الوجود كله، خد بس ما تملاش المشنة وتسيب غيرك يموت، كل بس غيرك لازم ياكل، ما تقشش اللي على الترابيزه كله. دافع عن نفسك لكن ما تعملهاش حجه وتقعد تقتل الخلق، اللي بيزقك زقه لكن ما تكفوش على وشه. اكن في النهايه باستمرار ربنا سبحانه وتعالى بيتدخل برحمته، وان الشر موجود صحيح وكان لابد يوجد بسبب الحريه، وان لابد للكائنات يبقى لها هامش سماح، لكن هذا الشر ليس مطلق الصلاح، لكن ربنا بيتدخل باستمرار برحمته ويحد من هذا الشر. وإن في موازين عليا باستمرار، لأن في قانون الله سبحانه وتعالى إن الكل لازم يعيش. ونشوف الفيلم ونشوف مثال لهذه المعارك على الطبيعة في غابات بنما، واللي بنسمعه دلوقتي أوركسترا الضفادع بتنادي على الناس، ليلة رومانسية، احنا نص الليل دلوقتي، ليلة رومانسية شاعرية، والقمر طالع، وفجأة يطب عليهم الموت زي اللهو الخفي، دراكولا المرعب. شو شكله؟ فظيع، هيجي تاني ويلف. خدوا بالكم التصوير هنا بطيء، الحاجات دي بتحصل بسرعة رهيبة، واحد على 100 من السنة ينقض على طول ويروح شايلها. والغريبة إن هو عنده قدرة على المناورة وعلى الأكروبات في الهواء، وممكن يغطس وبعدين يعمل إقلاع من المية، يعمل تيكوف من المية. الاثنين اللي انتوا شايفينهم دول بيصوروا، ده ميرلين تاتل وزميله المصور، بيصوروا تصوير ليلي بالأشعة تحت الحمراء علشان ما يزعجوش الحيوانات ويسيبوها على طبيعتها، وفي نفس الوقت تصوير تلسكوبي، منظر عجيب. على فكرة نيرلين تاتل ده واخد دكتوراه في الخفافيش. ازاي الخفاش بيقدر ينشن على الضفدعة وينزل يعمل عليها انقضاض على طول؟ شو ازاي العملية بتتم بسرعة وفي الضلمة المطلقة؟ طب بيعرف ازاي؟ بيريح دلوقتي اهو، يعلق نفسه من رجليه. شوفوا، هو ده الخفاش ذو الشفاه المسننة، خفاش بنما الشهير ذو الشفاه المسننة. الخفافيش قبيلة كبيرة قوي، في أنواع منها تأكل رحيق الزهور زي اللي احنا شايفينه، وفي أنواع تأكل حبوب اللقاح، في أنواع تأكل فاكهة، في أنواع تأكل حشرات، في اللي يأكل سمك، وفي اللي يأكل ضفادع زي اللي احنا شايفينه، وفي اللي يمص دم. تنوع غذائي عجيب في هذه القبيلة، وفي 800 نوع من الخفافيش، قبيلة وأمم. دي الضفدعة اللي بيحبها الخفاش جدا، اسمها ضفدعة الوحل. شوفوا هيعمل تيكوف من المية ازاي. الحكاية دي بتحصل في واحد على 100 من السنة، لكن يعملوا هنا تصوير بطيء عشان نشوف المعجزة العجيبة دي. وبعدين يعلق نفسه وينشف روحه. شوف بينشف روحه ازاي، علشان المية بتعوقه عن الطيران. وبعدين الجناح العجيب الغشائي اللي مادته زي اكنه جوانت الجراح. الغابات بنما غابات واحراش غنية جدا بالمخلوقات والكائنات والحيوانات، وقناة بنما طويلة وممتدة وتطل على عدد كبير من البيئات، وفيها كل ما يخطر على بالك من حيوانات، تماسيح على ضفادع بكل انواع الضفادع، على الحيوان ده اسمه الليجوتي، ده من نوع العرسة.
قال لي جوتي اسمه. قناة بنما زي ما قلنا بتمتد وتطل على عدد كبير من البيئات، وفيها كل صنوف الحيوانات. فيها القرود السود، ده القرد الاسود ده هنشوفه كويس، ده كله اسود زي الفحم. ده خنازير برية، ده خنزير بري. ميرلين تطل ده قعد 10 سنين يعاشر الخفافيش ويصور، وده تعبان من تعابين بنما. هو عاوز يعرف الوكر والكهف وبيت الرعب بتاع دراكولا. شوفوا انواع مختلفه من القرود. فاكتشف ان الكهف والبيت الرعب ده اكل النمل، هو ده البيت الرعب. الكهف اللي عايشه فيه الخفافيش جوه ساق شجره، داخل الساق من جوه. فهذا الرجل كان عنده جرأه عجيبه انه يحشر نفسه ويخش يعمل المغامره دي، يخش جوه الكهف بتاع ايه؟ بيت الرعب ده. لقى كل انواع الضفادع اللي تخطر على البال. طبعا ما كانش ممكن يخش الا حشر. شوفوا دخل ازاي. طب افرض ان لقى مصيبه جوه وما معهوش سلاح ولا حاجه، فوجئ بكارثه، هيطلع ازاي؟ ده هيعوز ونش عشان يجر. شوفوا الكهف الغريب جوه. الحشرات دي بتعيش على فضلات الخفافيش. وجد كل انواع الضفادع دي. الضفدعة دي ضفدعة سامة، وعشان كده يتجنبها الخفاش وما ياكلهاش، وعشان كده عاشت في امان في الكهف بتاعه في بيت الرعب، عايشة ضامنة ان ما فيش خفاش هيقرب منها، لان جلدها سام وبتفرز مادة سامة. فيش العجيبة اللي معلقة. شوفوا الشفايف المسننة دي، خفاش بنما ذو الشفاه المسننة، وتلاقوا على مناخيره كده شريحة، هي دي بتتهز الشريحة دي. وشوفوا المخالب بتاعته، الشريحة دي بتتهز وتعمل سوبر سونيك، تعمل أمواج فوق صوتية، بترتد الأمواج دي وبيستدل بيها زي الرادار على مكان الفريسة. طريقة غريبة أوي، يستدل على الفريسة بحاجة زي الرادار، يطلق أمواج سوبر سونيك ترتد على أي أوبجكت، وبالطريقة دي يقدر يعمل إيكو لوكيشن، يحدد يعني مكانها وبعدين يهجم عليها على طول، فما يحتاجش الإضاءة، لأن ده بيتم كله سوبر سونيك بالليل في الضلمة. حاجة غريبة طبعا. شوفوا الحشرات الغريبة دي عايشة على فضلات الخفافيش، كل كائن بيعيش على التاني. ده نوع من العقارب اسمه العقرب ذو الصوت او الكرباج. ده هويب سكوربيون، العقرب ذو الصوت. دي اكبر انواع الضفادع، اسمها بوفا مورينس. وشوفوا السم اللي بتفرزه على خدها، ده سم قاتل وما بيقرب لهاش الخفاش. دي بوفا مورينس اكبر انواع الضفادع. شوفوا بيهرش ازاي
بيبل ايده وبعدين يهرش. خدوا بالكم شو بيبل ايده وبعدين يهرش. عكر غريب قوي. بيبل ايده ليه؟ ما تفهمش. صاحبنا طالع من بيت الرعب العجيب ده شيء فظيع. ازاي يامن لنفسه انه يخش وايه ومش ممكن يطلع الا بمشقه، وممكن يفاجأ بحاجات مصايب. لكن غية بقى 10 سنين عشرة للخفافيش ودكتوراه في الخفاش، حاجة شغلانة. هي حكاية ازاي هنا اللي احنا شايفينه ده التعبان البوة، ودي ترسة، تعبان البوة ده بيعتصر الضحية ما بيعضهاش، دي حشرات اللي هي بتمشي على المية، ودي عملنا لها حلقة مستقلة. قبيلة من الحشرات تتقن فن المشي على الماء، دي النمل الفلاح أو النمل الزراعي. ده كل نملة تقطع حتة ورقة شجر، تاخد شريحة من ورقة شجر وبعدين تخمرها وتستعملها في تسميد عيش الغراب. فالنمل ده بيزرع عيش الغراب ويعيش عليه، وعشان يزرع عيش الغراب لازم ياخد الفتافيت اللي شايلها دي اللي هي ورق شجر، وبعدين يخمرها ويسمد بيها المزرعة بتاعته. دي الحشرة اللي بتمشي على المية، شوفوا ما تركيبها غريب. شوفوا النمل الفلاح، كل نملة شايلة السماد اللي هتستعمله، وكلهم داخلين في طابور رايحين عشان المزرعة بتاعت عيش الغراب. دي رجلين عنكبوت، خدوا بالكم عنكبوت مدلدل رجليه عشان يحس أي زبزبة يروح هاجم على طول، فرجليه عليها شعر يحس بيه، أي زبزبة في المية يروح على طول عافق. شوفوا واقف متحفز متربص. كل أنواع الطيور في غابات بنما العجيبة. صاحبنا ميرلين تاتن ده عمل تجربة، سجل أصوات الضفادع على كاسيت. هو قال لك إن الخفافيش بتيجي على الصوت، بتيجي على الصوت، وأصوات الضفادع مختلفة. في أصوات الذكور ودي بتبقى مركبة، وأصوات الإناث بتبقى بسيطة وأضعف من أصوات الذكور. لما شغل الكاسيت، هنسمع هنا الصوت لما شغل الكاسيت، وعمل كمان شبكة عشان تصطاد أي حاجة تيجي، وفي نص الليل لما طلع القمر شغل الكاسيت. هنسمع صوت الكاسيت، فصوت ضفادع، كل أنواع الضفادع المسجلة. لما ما فيش ضفادع فبص لقى إن كل الحفافيش جاية تجري، كلها جاية على ايه؟ على الصوت. فما يجيش الا صوت وما فيش ضفادع. وكانت النتيجة بس تلاقي الشبكة كل شوية تصطاد خفاش. يبقى كان الخفاش بيجي على الصوت وبيحدد المكان بتاع الضفدعة عن طريق الايه؟ السوبرسونيك اللي بيطلعها من مناخيره، وامواج ترتد على الضفدعة وترجع فيحدد مكانها زي الرادار. إن المسألة كلها أصوات، بيستعمل الصوت سواء كان هو يبعت صوت ويرتد. شوفوا الجناح عجيب إزاي، جناح كأنه جوانت جراح، وأي جرح في الجناح إذا تمزق الجناح يقوم يلتئم من تلقاء نفسه، حاجة غريبة. الجرادة البرص
كل الحيوانات اللي بتخطر على بالك وكل واحد بيعيش على التاني زي ما قلنا، برص يأكل الجرادة والسمكة تأكل البرص وخفاش يأكل السمكة بالشكل ده. حكاية السحب الدخان اللي طالعة دي عبارة عن جراثيم طالعة من خياشيم الايه الفنجاي او الفطريات. احنا عملنا الحلقة عن الفطريات وقلنا الحكاية دي. هو اصطاد الخفافيش وعمل لها قفص كبير قوي. دول بقى هو قعد يروض الخفافيش واستأنسها وصاحبها لدرجة انه بقى يناديها بالاسم يقول لها بس 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 بس. فتيجي يقوم يأكلها من ايده. شوف ماسك سمكية صغيرة وجاية هتاكل من ايده. مين يتصور ان الخفاش ده حيوان مستأنس وان يمكن استئناسه وترويضه بسهولة لدرجة انك تأكله بايدك؟ ومش بس كده، تناديك زي القطة تقول له بس 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 بس، فيجي شو بينادي شو بيبس، نسمع الصوت هو بينادي. نشأت صداقة بين ميرلين تاتل وبين الخفافيش بتوعه، فبقوا ييجوا ياكلوا من ايده ويناديهم. حاجة غريبة. يعني أول حادثة من نوعها وإن إنسان يستأنس ويروض خفاش ويصاحبه، والحكاية دي تحصل في مدى ساعات فقط، يعني ما احتاجش إلى شهور مثلا. لا، هو بيحكي بيقول الحكاية دي خلت مني ساعات قليلة وبعد كده الصاحب بتاع الخفاش وبقيت أناديه وبسبس له فيجي فياخد مني السمكة. شوفوا جاي ازاي، هوب من ايده. حاجة غريبة صحيح، يعني الخفاش حيوان مستأنس لكنه قطة مجنحة. ولاحظ ان هو في القفص ممكن يأكلهم اي حاجة، ممكن حتى يأكلهم همبرجر، لكن لما بيطلعوا في الطبيعة بتاعتهم بيختاروا الضفادع لان هي احب شيء يحبوه، يعني هو الطعام المفضل عندهم. لكن في القفص ممكن ياكلوا اي حاجة. هي النقطة كان عاوز يعرف يا ترى ايه الصوت اللي بيجي عليه الخفاش اكتر، صوت الذكر ولا صوت الانثى؟ الضفادع الذكر صوتها غليظ ومركب وأعلى من صوت الأنثى، صوت الأنثى ضعيف وغير مركب. فهم اكتشفوا أن الخفافيش بتفضل الصوت الغليظ لأن دي معناها ذكر سمين، يعني معناها عشوة حلوة. فحنسمع دلوقتي الصوت اللي هنسمعه ده صوت ذكر سمين، وهنشوف ايه تأثيره على الخفاش لما سمع الصوت الجنن جاله جنونة في دماغه. جه يجري ويحوم كل ما يدوروا الصوت، عاملين لاود سبيكر جوه. فشوف شوف بيعمل بودانه ايه، شايف؟ وبعدين ينزل وبعدين يحوم حاجة هيتجنن. ايه اللي جوه ده؟ مش شايف ضفدع. شوفوا جايين ازاي. هنشوفه كده بيحاول يعض اللاود سبيكر ده، هنشوفه بيحاول يعض اللاود سبيكر. شوفوا هيعمل ايه، بصوا شوفوا بيعض اللاود سبيكر عاوز يفتحه. آية غريبة والله. هو اصلهم نقوا بقى صوت يعني سمين تمام، فالخفاش قال لك ده على هتعشى عشوة انما ما فيش بعدها عشوة. فجيه لقى الصوت وما لقاش الضفدع، فبقى هيتجن. شوفوا هيعمل ايه، شوفوا
هيقرم ال شغلوا بعد كده صوت الانثى, فلاحظوا ان صوت الانثى ما بيشدش قوي الخفاش, يعني يحوم كده لكن ما يتجننش. صوت الانثى بيبقى هزيل وضعيف وغير مركب, والخفاش بيستنتج ان ده يعني اكله ما تسواش, دراكولا عاوز حاجه سمينه. افتكر دلوقتي بيدوروا صوت الانثى, صوت الانثى تلاقيها صوت مفرد مفرد مش مجوز, يعني صوت مفرد وضعيف. وصاحبنا ده بيلف لكن يعني ما بي مش شايفين ان هو هيتجنن, عاوز يقرم البتاع لانه هو عارف ان ده يعني عشوه مش ما تسواش. ده الضفدع الذكر بصوته بقى اللي هو يعني وسمين كده ومغري. فاحنا داخلين دلوقتي على موسم التكاثر والتزاوج, والذكور بتنادي على الإناث وكله بينادي على بعضه, والأفراح والليالي الملاح, وكل عريس بيدور على عروسة. مين اللي هيجي يطربق الفرح عليهم كلهم؟ دراكولا العجيب, لأن ده يومه, ده يومه ده. فبينزل عليهم زي اللهو الخفي. هذا الجري يا نهار ابيض, ده كل العروسة خلاص. رجليها مدلجلة ازاي دي, عروسة حظها تعس. كان العريس كمان وكان المأذون. شوف زي دراكولا ابنها غريب قوي. كلمة عظيمة كمان, لكل ما خلص على خلص على الفرح وطبعوا على دماغهم. دي هتهرب, دي افتكر اي هربت غطست. غطست دي عملت برضو حركة. هو الواحد منهم بياكل له في اليوم 15 20 ضفدع. الضفدع الانثى بعد اللقاح بتفرز ماده زي الجيلي, وبعدين الذكر يضرب الجيلي برجليه يعمل منه رغاوي عجيبه بالشكل ده. شوفوا الرغاوي دي, بيضرب الجيلي اللي هي الانثى بتفرزه, وبيتجمعوا كلهم بقى في الرغاوي دي.
الأنثى بتبيض أعداد هائلة والذكر بيلقع البيض نفسه، مش الأنثى، يعني علاقته بالبيض نفسه مش بالأنثى. دي اسمها الضفدعة ذات الأنف الأفطس، ودي بيحبها قوي الدراكولا، لكن بتبقى لئيمة وبتستخبى تحت ورقة شجرة. شوفوا مستخبية جوه ورقة شجرة، عاملها خيمة كده وداخلة مستخبية فيه. الضفدعة ذات الأنف الأفطس. دي لقاها بقى جاهزة فوق الحجرة وخدها على طول. دي ذات الأنف الأفطس إياها. دي كانت لئيمة قوي، وقفت جنب شلال مية علشان صوت المية يغطرش فما يسمعش الخفاش حاجة. دي اسمها الضفدعة الخضراء، ودي بصرها حاد جدا ورجلها طويلة ولها قفزات رهيبة، فبتقدر تهرب من الدراكولا. شوفوا عينيها عاملة ازاي. فبيجي صاحبنا تروح هي نطة عظيمة ما يحصلهاش. الضفدع الخضراء، كل أنواع الضفادع. شوف النطة الحلوة دي. لكن ازاي بيميز بين ضفدعة سامة وضفدعة غير سامة؟ بالصوت لازم، لأن يعني كل ضفدعة بنقول لها صوت بيعرفه. هربت منه تحت ورقة الشجر. شوفوا بيشمشم ازاي؟ وشوفوا الشريحة اللي فوق مناخيره دي اللي بيبعت بيها السوبرسونيك، أمواج ترتد وتديله فكرة مظبوطة دقيقة عن مكان الضفدعة، فينزل عليها في الضلمة ونشان ولا يخيب. وعنده قدرة رهيبة إن هو ينزل في المية ويعمل تيكوف من المية رأسيا. حاجة غريبة يعني، قدرة على الأكروبات والمناورة مش عادية. كائن عجيب. شفنا الخفافيش قد ايه بتاكل. الواحد بياكله 15-20 ضفدعة، لكن وايه يعني؟ طب ما هو الضفدع بتخلف بالالوف، وكذلك الضفدعة بتاكل حشرات 20-40-60 حشرة، لكن ايه يعني؟ ما الحشرات بتخلف بالملايين، والحشرات بتاكل ورق شجر، والورق شجر ملوش اخر. فمعنى كده ايه؟ معنى كده ان هيظل فيه وفرة وفيه فرصة والكل ياكل والحياة تستمر، وفي توازن محسوب، وما فيش واحد بيقش كل اللي على الترابيزة. شفنا كمان قد كده الكفاءة القتالية والأسلحة المتكاملة اللي ربنا اداها للخفاش العجيب ده، صياد ليل، وعن طريق البصر والسمع والشم، وعن طريق سلاح السوبرسونيك اللي بيبعته وبيرتد وبيحدد المكان في الظلمة، بينزل زي الطائرة المنقضة ونشانه ما بيخبش، وجناح غريب غشائي أي تمزق فيه يلتئم من تلقاء نفسه، وناعم وما يديش صوت. أسلحة غير عادية. لكن في مقابل كده برضه إيه إدى للضفدعة؟ إيه بقى؟ أسلحة عديدة. إدى للضفدعة سم تحارب بيه وتحمي نفسها، وإداها قدرة على القفز، ورجلين الورانية طول كده تقدر تقفز قفزات عجيبة وتهرب. وإداها أهم من كده كله كسرة النسل. إيه يعني؟ ان الوطواطية كله 10-15 ضفدعة، ما انت بتخلف الألوف، وبذلك سيبقى النوع رغم الحرب المستمرة.
أيضا تنوع المائدة الغذائية، يعني الخفافيش دي قبيلة أو عدة قبائل وأمم 800 نوع، هذه الأنواع تتعدد المائدة الغذائية، فتلاقي واحد يأكل الرحيق، واحد حبوب اللقاح، واحد يأكل فواكه، واحد يأكل ثمار، واحد يأكل الحشرات، واحد يأكل سمك، واحد يأكل ضفادع، واحد يأكل دم يمص دم مثلا. هذا التنوع ادى فرصة ان ما فيش حد يجوع. والخفاش رغم انه بيطير لكن هو مش طائر، هو حيوان ثديي، والجناحة دي عبارة عن ذراع متحور اضيفت اليه المساحة الغشائية، وعشان كده هو مش بيبيض، هو بيولد، وعشان يولد وهو رجليه فوق وراسه تحت متعلق كده من غصن الشجرة، يبقى ما فيش حل غير ان الام عند الولادة ما تقطعش الحبل السري، لان لو قطعت الحبل السري زي بيحصل في كل الكائنات هيقع المولود على طول، لان الخفاش واقف بالمقلوب. فاصبح بإلهام رباني الأم الخفاشة دي هي الوحيدة في الحيوانات كلها اللي ما تقطعش الحبل السري عند الولادة عشان يظل المولود متعلق منه. من أعاجيب ما يسمى التناسق والنظام في البيئة اللي بيسموه الإيكو سيستم، اللي هي البيئة اللي فيها كل واحد يأكل التاني. بنلاحظ ان رغم ان كل واحد يأكل التاني الا ان كثرة النسل هتظل تضمن وجود وفرة هائلة من الطعام موجود. ثانيا معنى كده ايه؟ معنى كده ان كل واحد من الحيوانات دي في هذه البيئة رزقه في حجر التاني، فهم محتاجين لبعض، فلازم يعيشوا بيئة واحدة، لان كل واحد بياكل التاني وكل واحد رزقه في حجر التاني. وده عمل نظام غريب في هذا النوع من البيئه. اولا ضمن ربنا سبحانه وتعالى بحكم وفره النسل وكثرته ان هتظل المائده عامره والعشائر الرباني موجود طول الوقت. وايضا ضمن العلاقه المتينه بين كل الاعضاء لان كل واحد عايش على التاني. لما بيجي الانسان بحماقته ويروح عامل رشش مبيد قال ايه بيطهر البيئة، بتكون النتيجة ان هو بيهدم حلقة من الحلقات دي فتنهار البيئة كلها مرة واحدة، لانها كلها حلقات ماسكة ببعضها. فيجي الانسان يتدخل عشان يقول لك اطهر البيئة مش عارف ايه، فهيكسر حلقة من الحلقات دي فتنهار البيئة كلها وينهار النظام اللي فيه. فمثال بليغ على حكمة ربنا سبحانه وتعالى وحسن تدبيره، وأيضا هو مثال الحرب الموجودة في الطبيعة. وزي ما قلنا هي حرب محكومة، حرب محكومة، إن هي في النهاية الصراع فيها مسموح لكن في حدود، والحرب عبارة عن تنازع بقاء وليست حرب إفناء. وإذا طغى فيها جنس على جنس ربنا بيتدخل في اللحظة المناسبة ويشكمه بجبار زيه عشان الضعفاء يقدروا يعيشوا. فهي في النهاية بحكم اللطف الإلهي هي نوع خاص من الحرب، أنا بسميه حرب للحياة، يعني ربنا بيوظف الحرب دي للحياة وليس حرب للموت. وده ضمن الأسرار العجيبة بتاع الصراع في الطبيعة، وإن صراع يحكمه اللطف الإلهي والرحمة الإلهية. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.